يكون يعيشون في السعودية، يعني لعبوا دورا كبيرا يعني فيها سلطات بأشكالها المختلفة، يعني سواء دبلوماسية أو دوائر سياسية وأمنية وقضائية في مصر والسعودية أيضا. كل الأضلاع دي يعني في النهاية كانت الثمرة هي العدالة تتحقق بهذا الشكل. أستاذ مختار معايا، أستاذ مختار أهلا بيك. نعم يا أهلا، السلام عليكم السؤال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا الحقيقة يعني بوجه لك الشكر مع كل المصريين في السعودية اللي تضامنوا مع الحاجة سعدية. أنا أولا يعني أحب أشكرك أولا وأشكر الإعلام الهادف اللي هو برنامج العشيرة مساء. الله يخليك. الله، لأن كنت أنت الأيقونة اللي بدأت هذا القضية، وكنت فعلا كان هي ده اللي اشتغلنا على أساسه. الحمد لله. احنا اولا بنشكرك جدا، وتحيتي لامي الحاجه سعديه. والقضيه دي يا استاذ وائل احنا اخذنا فيها 4 شهور، لو اجتمع 14 شيطان لا يمكن يوضع هذه الخطه، واخد بال حضرتك، اللي وصلت لها الحاجه سعديه. وقبل كل حاجة أنا بقدم التحية والتقدير للسفير حازم رمضان، لأنه فعلا حقا كان هو أمامنا ومعانا على التلفونات بصفة مستمرة طبعا، وفعلا والمستشار القانوني طبعا الأستاذ ياسر علوان حقا بذلوا مجهود كبير جدا معانا، وإحنا فعلا كانوا هم يعني 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 الشعاع اللي إحنا كنا شغالين على أساسه. حاجة سعدية، أولا أنا بقدم عن طريق برنامج سعادتك التحية والتقدير للسلطات السعودية اللي ساهمت معانا وتعاونت معانا تعاون كبير جدا. وكله في إطار القانون طبعا، ولكن حقا كان تعاون كبير جدا من السلطات السعودية في هذه القضية بالذات، وده يرجع لحسن التعاون المشترك اللي بين مصر والسعودية. فتحية لهم جميعا يعني. الحمد لله. احنا لو بعض التفاصيل كده في اللي جايز الحاجه سعدية مش واخده بالها منها في التعامل في هذه القضيه، يعني وازاي عاشت الايام الصعبه دي كمان يا استاذ مختار. شوف هقول لسعادتك، اولا هي ما كانتش في سجن انفرادي، ما كانش في حاجه اسمها يعني ما كانش سجن انفرادي. اولا يعني تقديرا من السلطات السعوديه انهم حطوها في اوضه منفصله مجهزه عشان حالتها الصحيه، وكانت بتتابع من هذا المنطق. حضرتك فكان بس هي السعوديه في هذه القضيه بتضرب مثل رائع في حقوق الانسان. كانت بصفه مستمره في السجن، كانت عربيه اسعاف مستمره، كانت بتنقلها مباشره للمستشفى على طول. كان فعلا يعني مثل رائع لحقوق الانسان في هذه القضيه حقا يعني، فلهم منا تحيه بجد يعني. القضيه قضيه كبيره جدا يا استاذ وائل، وحقا يعني السعوديه تعاملت من منطلق القانون، يعني من منطلق القانون ان هي مسكت مخدرات على ارضها، فبالتالي كانوا لازم يتعاملوا بهذه القضيه، انما كان قدامهم حاجه اسمها روح القانون او الرحمه اللي هي فعلا اللي قدروها في براءه هذه السجن. طبعا انا لسه بقول كنت بتناقش مع البعض يعني في قضاه، ويعني لو في دوله تانية هتتخذ اجراءات قانونيه، يعني يبدو كمان ان العلاقه الطيبه بين مصر والسعوديه ساهمت في ده، بالاضافه كمان ل يقين الناس بأن هذه السيدة مظلومة بشكل لم يحدث من قبل. يعني جميع السلطات في المملكة حقا كانت بتؤمن ببراءة هذه الست وببراءتها، لأن أولا يعني أولا حكم السن كان له دور كبير جدا في هذه القضية، والست مش بتاعة إجرام، ما عندهاش قصة الإجرام، ما فيش فيها يعني. احنا كنا حالات بنمسك يعني بنمسكوا حالات تانية موجودة فيها اجرام وفيها ويبان عليها، انما الست سعديه لا، يعني خارج هذه الفكره تماما وخارج هذا النطاق تماما. ف
فمن هنا كان يعني كان التعاون كبير جدا ما بين السلطات السعوديه. شكلها ما يجيبش انها تهرب ليمون حتى، مش مستحيل مستحيل. الست انا النهارده كنا كانت في البصمه النهارده وهي بتبصم، بقينا نمسك ايديها بالعافيه وهي خايفه. بترتعش والله يعني خايفه جدا. يعني ايه يعني بترتعش وانت بتبصمي حتى يعني البصمه بالنسبه لك دي مره ناخدها نغسل لها ايديها عشان البصمه تثبت؟ ما فيش فايده. فين على ما ربنا سهل؟ لانك ما تعاملتيش خالص يا حاجه زي دي يعني في حياتك، لا رحتي اسم ولا بصمتي ولا عمري. ففعلا يعني ما كانتش يعني ما لهاش في اي هذا. فمن هنا كانت حقا التعامل معها السلطات السعوديه بهذه الروح، واخد بال حضرتك، اللي اسعدتنا جميعا. وفعلا يعني كانت قضيه اثبتت مدى العلاقه اللي بين مصر والسعوديه، علاقه وحيده. عجبني قوي وانت بتوجهي التحيه للناس، لان الناس بيحيوك. انا لو تشوفي كم التعليقات هتعمل لهم كده حاجات كتير يعني. شوفوا قيمه الحريه وقيمه العداله يعني. وفعلا يا استاذ تامر بجد يعني بجد امنا ديت، انا معتبرها ديت امي، وانا فعلا تعاملت معاها في الاربع شهور على انها ام والله العظيم وامنا فعلا. فكانت حقا سيده عظيمه جدا وسيده حببتنا في بجد يعني. ولكن انا من 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 عن طريق البرنامج انا بناشد بس اخواتنا اللي شغالين في مطار القاهره، بالذات صاله واحد. بالذات صاله واحد المطار القديم يا استاذ وائل. بتيجي حالات كتير جدا في هذا المنطلق من موضوع البرشام وموضوع الحاجات ديت، واخد بال حضرتك؟ احنا بنتبادل كتير جدا. انا معلوماتي ان في تحقيقات بتتم، في تحقيقات بتتم في هذا السياق في الموضوع ده تحديدا يعني. احنا بنناشد وزاره الداخليه في مصر ان هي تشدد الرقابه في هذا الشان، وتشدد الرقابه في هذا الموضوع، وبالذات في الصالات اللي فيها الطيران اللي هو منخفض التكاليف، اللي هو الطيران الخاص. طيب قول لي يا استاذ مختار، وعليه كل الحاجات دي. هنا طبعا يعني بالتاكيد الحاجه سعديه كانت متالمه شويه، يعني احساسها بانها ممكن القضيه ما تنتهيش، تطول، قسوه الغربه شويه والابتعاد عن الاهل. نعم نعم، هي الحاجه سعديه تعبت نفسيا كانت بخصوص موضوع الغربه بالنسبه لها. انما حقا اسرع قضيه انا اعتبرها، وديت لو في دوله ثانيه غير السعوديه لن تنتهي في هذا الشان ولن تنتهي في هذه المده حضرتك. طبعا انما فعلا يعني القضيه بتاعتها اتحلت بوضع الهي يعلم الله به، ان فعلا يعني رحمه بهذه الست، وهي فعلا طيبه وتستاهل. طبعا يعني لو مشينا بالقانون واتبعوا القانون لا ما كانش كان تطول القضيه عن كده بكتير جدا يعني. انا بشكرك يا استاذ مختار. ألف شكر على الواجب اللي أنت عملته معانا. طبعًا هنا يا جماعة ده نموذج أنا بقول لكم هتلاقوا فيه نماذج مبهرة في هذه القضية يعني. بصراحة أستاذ مختار ربنا حاجة كبيرة. يا رب، والأستاذ ياسر والله.